اللي اخترع هذا اللي اخترع الماشينات واش كان يخمم في رايكم في رايكم يعني هكذا قبل الماشينات شنو الناس يقصدوا وهذا باش نقصدوا يقصدوا يدويا صح ولا لا هذا السيد ولا بالك لاحظ من الوالده تاعو كانت كل يوم تغسل تتعب ايدها تتجرح كذا قال لي عندنا مشكله كيفاش نجيب انا حل ان نحل هذه المشكله عن طريق منتوج نبيعو ونخدم به دراهم اقترح هذه الاله اله الغسل فاله الغسل نجحت لانها حلت مشكله اي واحد عنده مو يحبها وعنده دراهم يمشي لها صح ولا لا باش يحل هذه المشكله هذه امثله خلاص امثله هذا المنتوج هذا وهذا الشيء